اللي في الصورة ده اسمه مدحت. تخيل تقعد تدعي ربنا انه يرزقك بطفل، ولما يكبر تقعد تدعي ربنا انه يخلصك منه. ومدحت ده اكبر مثال للابن العاق، وهنسمع حكايته في القصة الكاملة. 2012 في منطقة حلوان، الأستاذ كمال اللي متجوز بقاله أكتر من 25 سنة عايش ومقيم في نفس المنطقة دي طول عمره، راجل غني وعنده أملاك وعايش حياة كويسة جدا وسط بيته وولاده. ومن أول ما اتخرج من الجامعة وهو شغال في مجال البنوك، وقعد يتطور في شغله لحد ما وصل إنه بقى منصب كبير جدا في واحد من أهم البنوك المصرية. عايش كويس جدا مع مراته وولاده، وزي أي بيت فيه خلافات طبيعية بين الزوجين. وبسبب الخلافات دي مراته كانت قدمت لهجرة لأمريكا، وكانت الهجرة دي للعيلة كلها مش لمراته بس هي ما كانتش عايزة تقعد في مصر خالص. كل أوراق الهجرة اللي تقدمت توافق عليها ما عدا شخص واحد بس في العيلة، وهو مدحت. وده لأن السفارة لقت إن سلوكه مش مظبوط أو طريقته ما كانتش عاجباهم قوي، فحصلت مشكلة في ورق مدحت تحديدا. ومدحت غير كل عيلته خالص، عنده 22 سنة وبيدرس في آخر سنة في كلية سياحة وفنادق، فاشل في الدراسة وفاشل في علاقاته الاجتماعية، فعليا مدحت غير كل عيلته خالص، إنما شاطر جدا مع الناس التانية اللي عكس عيلته. بمعنى أصح إنه شاطر جدا في التعامل مع الناس الفشلة والصيع واللي ملهمش مستقبل، بيعرف يتكلم معاهم ويعيش معاهم كويس جدا. في البداية ما كانش باين عليه خالص، وكان كل الناس اللي في المنطقة حاسين إنهم عيلة واحدة، لحد ما يمر شوية مواقف فالناس حتى اللي في الشارع تتأكد ان العيلة دي حاجة ومدحت ده حاجة تانية خالص. وقبل ما نكمل قصته، واضح ان مدحت حابب يعيش بالشكل ده، لان مفيش حاجة في العيلة تخليه اصلا يوصل للمرحلة دي. علاقة مدحت بوالده كانت غريبة جدا، الراجل كان بيحاول طول الوقت انه يخلي العلاقة بينه وبين ابنه كويسة، لكن ابنه كان مصر يبقى انسان مش كويس. بس المشكلة ان مشاعر الابوة عند الاستاذ كمال كانت دايما بتغلب عليه، فكان اي حاجة بيطلبها مدحت كان بيعملها له، سواء اللي عايزه ده كان فلوس او اي حاجة تانية. لحد ما يلاحظ ابوه انه بعد شوية الفشل بقى يزيد عند مدحت بزيادة، فابوه خاف يكون هو السبب في الفشل ده، فانه مدلع ابنه زيادة عن اللزوم. فساعتها يقرر انه لازم يعدل طريقته وسلوكه مع ابنه مدحت. وهنا كان بيظهر دور اخت مدحت اللي كانت دايما بتعمل علاقة التوازن بين الأب وبين الابن، ده غير الأم اللي كانت عايشة ومقيمة في أمريكا وأحيانا كانت بتنزل أجازة. لكن مدحت كان بيعتمد بشكل كبير على أخته في إنه ياخد منها فلوس أو إنه يخليها تأثر على أبوه في أي طلب هو عايزه، وأخته كان الاعتماد عليها أكبر بكتير، وأبوها كان فخور بيها جدا لأنها بعد ما اتخرجت من الجامعة اشتغلت في واحدة من أهم الشركات وقدرت تحقق نجاح في شغلها. وكان أبوه دايما يتمنى ان مدحت ياخدها قدوة ليه. وفي بداية سنة 2012 مدحت ينزل الصبح على الكلية بتاعته، واخته تنزل على شغلها، ووالده قاعد في البيت بيستعد علشان يروح هو كمان على شغله. وفجأة يلاقي الباب بيخبط عليه، فيلاقي اتنين شباب جايين علشان يأجروا الجراج اللي الاستاذ كمال عرضه للايجار، وانهم قروا الاعلان اللي محطوط على باب العمارة وطالعين علشان يخلصوا في الموضوع ده. الاستاذ كمال يرحب بيهم، لكن يتفاجئ بعد شوية انهم طلعوا مطوة كانت معاهم وهددوه بالقتل، وطلبوا منه يقول لهم فين اماكن كروت البنك والفلوس اللي موجودة، وكانوا عايزين يسرقوا شوية حاجات. وفعلا يسرقوا كروت البنك والفلوس اللي كانت موجودة في البيت، وبعدين يضربوا الاستاذ كمال على راسه علشان يفقد الوعي، وفي ساعتها يكملوا سرقة شوية حاجات من البيت، وكان منهم كاميرا تصوير فيديو. الاب بعد نص ساعة بالظبط يفوق ويكلم بنته في شغلها ويقول لها على اللي حصل، فبنته تسيب شغلها وتجري بسرعة على البيت وتتصدم من اللي تشوفه. وبعد فترة يوصل مدحت من الكلية بتاعته ويتفاجئ من وجود رجال الامن في البيت، ويعرف من والده من رجال الامن اللي حصل، ويحضر مع رجال الامن كل التحقيقات ومعاينة مسرح الجريمة. ورجال الامن بعد ما يخلصوا يطمنوا الاستاذ كمال انهم خلال وقت قليل هيقبضوا على الناس اللي عملوا كده. الاستاذ كمال يبلغ رجال الامن ان الاتنين اللي دخلوا عليه دول اول مرة يشوفهم، لكن كان عنده
متوقع ان حاجة زي كده ممكن تحصل، لانه راجل غني ومعروف في المنطقة، فوارد جدا يكون اي حد عايز يسرقه. يخلص رجال الامن كل اجراءاتهم ويمشوا، ويقعد مدحت واخته مع والدهم ويطمنوه انه الحمد لله انها جت على قد كده، وكويس جدا ان هو سليم وانهم ما عملوش فيه اي حاجة. والاستاذ كمال وهو بيكلم ولاده الاتنين قعد يحمد ربنا انها جت على قد كده، وانه قدر يفوق بسرعة بعد وقت قليل، وكلم البنك ووقف كل الكروت الخاصة بيه، يعني اللي سرق كروت البنك مش هيستفيد منها اي حاجة. وفي الوقت اللي الاستاذ كمال بيقول المعلومة دي، ولا الاستاذ كمال ولا بنته لاحظوا ان مدحت ملامح وشه اتغيرت، وهو كمان من كتر ذكائه قدر يسيطر على تعبيراته وما بينش ولا وضح اي حاجة. وبسبب الموضوع اللي حصل ده، الاستاذ كمال يقرر انه يزود نسبة الامان في البيت وفي العمارة بشكل عام، فحط ابواب حديد على الباب الرئيسي وعلى الشقة وعلى باب السطوح اللي فوق، علشان يبقى دخول البيت صعب جدا، ويعدي شهر كامل على الجريمة دي. وخلال الوقت ده رجال الامن بتعرض على الاستاذ كمال اكتر من صورة لعدد من المجرمين علشان يتعرف عليهم، لكن للأسف الاستاذ كمال يبلغ رجال الامن ان الاتنين اللي دخلوا عليه ولا واحد فيهم موجود في الصور دي. ويجي يوم الجمعة الصبح، كل العيلة اجازة وما عندهمش اي ارتباطات خالص. الاخت هتنزل الصبح علشان تقابل صحابها ويقعدوا مع بعض شوية، ومدحت هيقابل صحابه هو كمان، والاب هيريح شوية من تعب شغل الاسبوع، وبعدها ممكن ينزل بالليل شوية. وتيجي الساعة 5 المغرب، واخت مدحت تتفاجئ بان مدحت بيكلمها وبيسلم عليها وبيقول لها ما تيجي نتقابل شوية. ولما يتقابلوا يطلب منها انهم يطلعوا على خالتهم شوية يقعدوا عندها ويقضوا معاها اليوم. وطبعا اخته تتبسط من المكالمة جدا وتقول له انها مستنياه ويروحوا لخالتهم مع بعض، لحد ما تيجي الساعة 10 بالليل ويخلصوا قعدتهم عند خالتهم ويقرروا انهم يروحوا على البيت. ويوصلوا البيت ويفتحوا الباب عادي، بس يلاقوا حاجات غريبة موجودة في الشقة، فيجروا بسرعة على أوضة والدهم فيتصدموا من اللي يشوفوه. يلاقوه مرمي على السرير على وشه وغرقان في دمه، وإيده الاتنين مربوطين، وكل الحاجات اللي في الدواليب واللي في الأدراج مرمية على الأرض. ولما يقربوا منه يلاقوه مقتول. منظر صعب جدا. مدحت وأخته يستنجدوا بالناس علشان يتجمعوا ويدخلوا الشقة ويتصدموا من اللي يشوفوه. وفي نفس التوقيت مدحت يكلم رجال الامن ويعمل بلاغ باللي حصل. يوصل رجال الامن ومعاهم خبراء البحث الجنائي والمعمل الجنائي، واول حاجة يلاحظوها ان مفيش اي اثار عنف في دخول الشقة، ده غير ان دخول الشقة اصلا صعب، وده بسبب الابواب الحديد اللي كان ركبها الاستاذ كمال بعد حادثة السرقة اللي حصلت من شهر. والملاحظة التانية انها فعلا عملية سرقة، لكن جريمة القتل دي فيها انتقام مش طبيعي، مفيش حد عايز يسرق حد هيقتله بالطريقة دي ويربط ايديه وبعدين يربط على رقبته كيس مخدة. لان رجال الامن كمان لقى ان الاستاذ كمال تعرض لعدد كبير من الطعنات في منطقة الصدر ومنطقة الظهر، ده غير انه واضح انه كمان اتخنق بكيس المخدة اللي مربوط حوالين رقبته، ده غير ضربة قوية جدا موجودة في راسه. وبعد ما المعاينة وفحص مسرح الجريمة كله يخلص، يتم ارسال الجثة على الطب الشرعي ويبدأ رجال الامن في التحقيقات. وفي نفس التوقيت والدتهم ترجع من امريكا بعد ما تعرف الخبر الصعب ده، ويبدأ رجال الامن في سؤال مدحت واخته، ويعرفوا منهم انهم كانوا هما الاتنين عند خالتهم ورجعوا البيت الساعة 10 بالليل واتصدموا من اللي شافوه. ولما يسأل رجال الامن عن خط سير مدحت واخته، يعرف ان هما الاتنين زي ما قالوا انهم نزلوا الصبح قابلوا اصحابهم، وبعد كده اتقابلوا هما الاتنين الساعة 5 المغرب، وهما الاتنين اكدوا انهم مش شاكين في ولا حد، لان الاستاذ كمال فعليا ما عندوش اي خلافات مع اي شخص. واكتشف رجال الامن ان عملية السرقة اللي تمت كانت عبارة عن فلوس وذهب خاص ببنته ومجموعة من كروت البنك اللي كانت عند والده. ويوصل تقرير الطب الشرعي اللي بيقول ان الاستاذ كمال تعرض لعدد 6 طعنات بطريقة فيها انتقام، وفي نفس الوقت واضح ان الاستاذ كمال كان بيحاول يقاوم او يهرب من اللي عمل كده، وان في كدمات قوية في منطقة الرقبة، ولكن الكدمات دي بعد ما الأستاذ كمال مات، يعني الراجل مات وبعد كده حد خنقه، ده غير ان الأستاذ كمال تعرض لضربة قوية جدا على الراس بآلة حادة. ويبدأ رجال الأمن في جمع كل المعلومات عن العيلة ويراجعوا كل أقوال ولاده الاتنين وتحديدا مدحت.
وده لما عرف رجال الامن من الجيران ومن السكان اللي في المنطقة ان كان دايما في خلافات بين مدحت وبين والده. ده غير ان رجال الامن يوصلوا المعلومة مهمة ان الاستاذ كمال كان بيكتب معظم الممتلكات باسم بنته، وده لعدم ثقته في تصرفات ابنه مدحت. ده غير ان مدحت هو افشل شخص في العيلة وان كل الناس اللي في المنطقة عارفين كده، وده خلى رجال الامن يحطوا مدحت تحت دايرة الشك ويقرروا انهم هيراجعوا كل اقواله ويطبقوها باللي حصل بالظبط. واهم معلومة توصل لرجال الامن ان اهالي المنطقة شافوا مدحت نازل من البيت الساعة 4، برغم ان مدحت قال في اقواله انه نزل الصبح بعد اخته على طول علشان يقابل صحابه وبعدها قابل اخته. وكان السؤال الغريب اذا كان مدحت فعلا هو اللي عمل كده، ازاي قدر يسيطر على مشاعره وعلى شكله وقدر يقابل اخته ويروح ويقعد عند خالته لمدة 5 ساعات كاملين؟ فيتم توسيع دايرة البحث والتحريات حوالين مدحت علشان يوصل رجال الامن لمعلومة مهمة جدا. يكتشف رجال الامن ان مدحت عمل مكالمتين الساعة 2 الظهر يوم الجمعة، والمكالمتين دول مع شخصين اغرب من بعض. الاول اسمه يعقوب وعنده 22 سنة وشغال عامل، والتاني اسمه عادل وعنده 22 سنة وشغال سواق. فايه علاقة طالب جامعي بسواق وعامل؟ فيتم استدعاء عادل ويعقوب علشان رجال الامن تحقق معاهم، واللي كان واضح عليهم جدا التوتر. وفي نفس اليوم اللي بيستدعوا فيه عادل يتم تفتيش بيته، فيلاقوا كروت البنك بتاعت الاستاذ كمال، ويلاقوا الكاميرا اللي كانت مسروقة من قبل كده، ويلاقوا الموبايل بتاع الاستاذ كمال وكل حاجته اللي اتسرقت، ويلاقوا كمان مجموعة كبيرة من الرسائل والمكالمات على تليفون عادل وتليفون يعقوب كلها جاية من مدحت ابن الأستاذ كمال، والاتنين يعترفوا ان هما اللي قتلوا الأستاذ كمال، بس كل ده حصل بتخطيط من ابنه مدحت. فاللي حصل بالظبط كالتالي: مدحت يتعرف على يعقوب وعادل في الكنيسة في اوقات الصلاة المختلفة اللي بيتجمعوا فيها، وكان باين على مدحت جدا انه عايز يتخلص من ابوه باي شكل، وكان بيدور على حد يساعده علشان هو ما يظهرش في الصورة خالص. ومدحت لما اتعرف على الاتنين دول حس ان هم اكتر ناس مناسبة تقدر تساعده في الموضوع ده، وبدأ يقرب منهم ويكون معاهم صداقة. وهما الاتنين كانوا دايما ملاحظين ان مدحت ما معه هوش فلوس، برغم انهم عارفين ان ابوه راجل غني، فمدحت يستغل الحتة دي ويبدأ يحكي لهم حاجات مش حقيقية خالص. قال لهم ان والده يعرف ستات كتير على والدته، وانه بسبب الخيانة المتكررة دي والدته سابت البلد خالص وسافرت امريكا، وان والده كان بيجيب الستات دي ويعمل معاهم علاقات في البيت ويصورهم بالكاميرا اللي طلب منهم انهم يسرقوها، وطلب منهم كمان يسرقوا كروت البنك لانه عارف كلمة السر، وانهم كمان يسرقوا الفلوس في الاماكن اللي قال لهم عليها، وانه كمان هيدي لكل واحد فيهم 60,000 جنيه من نصيب الورث بتاعه لما ابوه يموت. فلما تحصل عملية السرقة اول مرة هما الاتنين يطلعوا فعلا بحجة انهم هيأجروا الجراج، بس لما يقابلوا الاستاذ كمال يخافوا انهم يقتلوه فيكتفوا بس بعملية السرقة. ولما رجع مدحت على البيت ولقى ابوه عايش وان كل اللي حصل سرقة بس، اتضايق جدا منهم واتصل بيهم واتخانق معاهم انهم ازاي ما ينفذوش الاتفاق اللي بينهم، واتضايق اكتر لما لقى ابوه ركب ابواب حديد على باب العمارة وباب الشقة وباب السطوح، واكتشف كده انه لازم يغير الخطة خالص علشان يقدر يقتل ابوه. وده معناه ان مدحت لازم يكون معاهم وقت تنفيذ الجريمة علشان يقدروا يدخلوا البيت عادي. وفي نفس الوقت قعد يفكر في خطة لو فشلت ما يبقاش فيه اي ضرر عليه، ولو نجحت يبقى برضو ما فيش اي ضرر عليه. فيرتب كل حاجة مع يعقوب ومع عادل ويتفق معاهم انهم يجولوا يوم الجمعة الصبح بعد ما اخته تنزل من البيت، ويستنى ربع ساعة بالظبط بعد ما اخته تنزل، وبعدين يبلغ والده انه نازل علشان يقابل صحابه، وبعد 5 دقايق يرجع يخبط على الباب تاني. فوالده يسأل مين، فيقول له انه ابنه مدحت، فيفتح له الباب ويتفاجئ ان في 2 واقفين جنب مدحت وماسكين مطاوي، واحد حاطط مطوة على رقبته والتاني على جنبه، والاتنين بيهددوا الاستاذ كمال انهم هيقتلوا مدحت لو ما دخلوهوش البيت.
فالموضوع كده باين قدام الأستاذ كمال إنها عملية تهديد لمدحت بالقتل، على أساس إن لو العملية فشلت لأي سبب من الأسباب ما يتمش اتهام مدحت بأي حاجة. وبعد ما يدخلوا البيت ياخدوا الأستاذ كمال على أوضة النوم ويسيبوا مدحت واقف في الصالة بره، ويقعدوا يضربوا الأستاذ كمال بالمطوة أكتر من مرة لحد ما يقع على السرير ويموت. وبعد ما يخلصوا عليه ويتأكدوا إنهم قتلوه يخرجوا لمدحت ويبلغوه ان كل حاجة خلصت. يقوم الفاجر يدخل بنفسه اوضه النوم ويجيب كيس المخدة ويربطه حوالين رقبته ويقعد يخنق فيه علشان يتأكد بنفسه انه مات، ويقول لهم انه عمل كده بنفسه علشان يتأكد انه مات علشان ما يحصلش زي المرة اللي فاتت. وبعدها يسرقوا الفلوس اللي في الدولاب ويسرقوا شوية الحاجات اللي موجودة اللي مدحت قال لهم عليها. وبعد ما يخلصوا هما الاتنين ينزلوا بس كل واحد لوحده، وعلى الساعة 4 العصر مدحت ينزل من البيت ويكلم اخته علشان يروح عند خالته ويبقى مقضي معاها اليوم بشكل طبيعي. وفي نفس الوقت منسيش وعده لعادل ويعقوب انه هيدي لكل واحد فيهم 60,000 جنيه لما ياخد فلوس الورث. ولما يرجع مدحت واخته على البيت يمثل انه اتفاجئ من المنظر اللي شافه، ويتقدموا هما التلاتة للمحاكمة ويتحكم عليهم بالاعدام. وقبل حكم الاعدام ما يطلع كان كل عيلة مدحت متبرية منه، ولا يشرفها ولا تتمنى ان الشخص ده يكون فرد من العيلة، ومفيش ولا حد فيهم مصدق ان مدحت ابنه هو اللي عمل كده. وفي الاخر صحيح اللي زي مدحت ده خلفة تجيب العار. سلام عليكم.